لله. أول بعد رمضان إن شاء الله سعيد. نطلبوا الله إن شاء الله يكون بالغفران الدنيا وبالحسنات إن شاء الله. ونطلبوا لهذه الأمة إن شاء الله تكون على خير وبخير ويجنبنا هذه المشاكل ديال اللي كاين إن شاء الله. أنا غنولي دائما على دابا ولا هذا الشيء عندي في الراس بحال الكاسيت. بغيت نسال الأخ ديال دور. التكوين المهني ديال الدري واش فيه الوصف؟ عندنا التكوين المهني عندنا الأقسام المفككة فيها شي 1000 قسم. يعني راه كتعرف بلي ديك الأقسام راه كتعرفهم بلا ما غاديش نهضر. يعني راه فيهم واحد الشيء اللي ماشي مزيان للأطفال اللي كيقراو فيه. عارفين هذا الشيء. وعندنا في قيادة عين زورة ما يزيد على 25,000 نسمة ما عندناش ثانوي. دابا حنا كتهضروا على فعلا حنا هاد الاخر هاد الجماعات القروية دائما كنخليوها شوية بعيدة، ولكن مع الأسف الناس اللي كتعب كتفلاح وكتكسب راه تما كلشي كيجي الخيرات لهاد الناس اللي في المدن والناس اللي ولادهم كيقراو على خير. ولكن خصنا نشوفوا حتى حنايا نوليو شويه لهاد الناس اللي في الباديه اللي ولادهم بكل صراحه اللي باقيش ما كيمشيوش للمدرسه. انا قلتها مرارا وتكرارا، ولكن واش كاين شي اذن ساغيه لهذا الشيء ولا ما كاينش؟ ها فين عندنا المشكل؟ واش الطفل اللي غادي يمشي 5 كيلومتر 6 كيلومتر بزاف فيه 5 كيلومتر يعني هذا غادي يمشي يقرا؟ هذا غادي يتعلم؟ كيفاش غنديروا هاد المسائل؟ هاد الناس دابا اللي يعني هاد الشباب اللي عندنا فيهم ان شاء الله اللي غيوليو قدام وما اللي غيوليو يهزوا الرايه، الا ما تكونوش وقراو وعاء وتكونوا كيفاش غادي يزيدوا من قدام؟ انا كنظن يعني ما غاديش يزيدوا من قدام. حنا كنهضروا بواحد الهضره كبيره، ولكن ملي كنوليو الحقيقه المعقول على ارض الواقع كل صراحه راه ما كاين والو من هاد المسائل. انا هاد التكوين المهني دابا هضرنا عليه في 2016 ديال 2017 غادي يبدا الى حد الان يعني ما كاينش الحس ديالو. واش عيب الله الاقليم كامل ديال الدريج كاقليم ما فيش التكوين المهني، كيفاش كنهضروا على هذا التعليم وكيفاش غادي نسيروا هاد الجهات الشرق؟ يعني انا كنشوف حتى هاد الاخوان اللي كانوا في جهات الشرق يخص السلاح اللي كنشريو هاد جهات الشرق يخص يكونوا متعاونين مع بعضياتهم، ماشي كل واحد يغني على واحد الجهه يعني الناس اخرين نخليهم يعني مهمشين. راه الى هاد الشيء هذا راه انا هاد الانسان يعني ما محتاجش حتى انا كان عندي ما عندي يعني ما حتى انا نقول يعني كما كيقول الناس يعني ما عنديش غلط. انا راه 50 عام كنت في الهجره يعني راه ما عندي ولدي نقريه ولا دوك الاولاد كاع ولاد اللي كنشوفهم ضايعين كيتسكروا في الشوارع. حنا 61 عام دابا الاساتذه ديالي راه يقدروا يدريوش والله العظيم يلا راه مهمش واحد التهميش ما عندوش يعني الحد ولا القدر في هذا الاخر. يعني خص الواحد يراعي شويه هذا نميزو كاملي وكنطالبو هذا الاخوان هذا اللي كاينين في هذا المجلس الشرق يخص يشوفوا في هذا الاقاليم الاقليم اللي خصو شي حاجه يخص نكونوا نتعاونوا معاه ونعطيو له اللي خاصو. ماشي واحد الجهه عندها يعني عندها كل شيء، عندها الاعداديه عندها ثانويه عندها واحد الجهه ما عندها والو. يعني كيفاش غادي كنقولوا كنهضروا على جهه الشرق؟ كيفاش غادي نكونوا كيفاش غادي نوصلوا هذا الطريق الى الامام ان شاء الله؟ وحنا دائما في التعاملين يعني كنتمناو الخير لهذا، ولكن خصك التعاون ويكون هذا الاخوان حتى هذا يعني حتى هذو يتعاونوا مع الاقاليم الا بصح فينا الغير على هذا البلاد. راه انا ماشي كنهضر يعني على اقليم الدريوش، انا كنهضر على جميع الاقاليم اللي ما عندهاش خص يكون عندها بكل صراحه اذا كان راعي الخير لهذا البلاد. ولكن اذا كل واحد كيبغي الطرف ديالو كيجبد الجر الجهه ديالو يعني راه ما اللي عنده يدافع اللي يدافع عليه ولا اللي عنده يعني رئيس وعنده النائب الرئيس وكاينين النواب اللي عندهم يعني في الاخر فين في المكاتب والاخر يقدر يدي يعني المسائل واحد اللي يعني راه هو الله يكون في العون حتى هذا الاساتذه. واش غيقرر ثلاثه الاقسام؟ يعني راه مشكله وخص نهضروا هذا المشكل نصلحوا به نغوتوا بكل صراحه يخص يشوفوا نحل هذه المسائل هذه. وكتهضروا على هذه المدرسه الجامعاتيه الى المدرسه الجامعاتيه الى ما كاينينش الى ما كاينينش العيال بكل صراحه يتكونوا باش غادي يحبيو دوك الاولاد راه ما غاديش تعطي النتيجه. واش تغدي الولد اللي عنده 4 سنين 5 سنين
60 شكون غيقابلو في هذا المدرسة؟ ياكل تما ويشرب تما ويلعس تما، شكون غيندفو وشكون غادي يقابلو؟ إلا رانا كاين هاد المسائل الأساسية اللي عندنا الناس، خصنا تكوين، العيالات باش يقراو من ذاك الدرع، سينو راه غادي غير تبنيو الهيكل وغيبقى تما غيبقى يعني فاضي، وراه كاينين ماشي غير كنهضرو وصل، راه والله إلا كاينين، وكيف تعرفوا الأستاذ ديالي هادشي واقع؟ خصنا تكوين واحد الحاجة، علاش دابا كنعطيو من الوضع هذا الغرض دائما كنعطيو منه المثل. علاش هو؟ دائما كيوجدوا المسائل قبل ما يديروا واحد الحاجه حتى يكونوا الناس يوجدوا ها كيبنيو ذاك الهيكل باش يعطي النتيجه، ما الا غنبنيو بنايه يعني تبقى تما نقصوا بها يعني الملايين ولا الاخر، يعني ما كنظن يعني ما كان علاش نديروا هذا الشيء. وسمحوا لي وشكرا.